مساء الخير. مع بدايات الثورة وتحديدا في نهايات عام 2011 هجم الشبيحة على حي الحمرة في حمص. وقتها خرج المدعو رامي عبد الرحمن يبكي على القنوات الفضائية ويصرخ مواجهات طائفية في كل أحياء حمص. كان الرجل يروج رواية النظام الذي نشر وقتها دباباته في كل أنحاء المدينة. أبرزت القنوات العربية رامي عبد الرحمن وأصبح للكثير منها مصدر الأخبار الأول في سوريا. كان يسقط المناطق قبل أن تسقط ويعلن الهزائم قبل أن تحدث. سراقب أسقطها قبل أن يصل إليها النظام بعشرة كيلومترات، وخان شيخون كذلك. أول من غر رامي عبد الرحمن مدير ما يسمى بالمرصد السوري وكشف عمالته لبشار كانت صحيفة لوموندو الفرنسية. كان ذلك عام 2014. طبعا حتى في ذلك الوقت لم يكن الخبر مفاجئا ولا جديدا، فالرجل كان مكشوفا منذ أن ظهر مع بدايات الثورة. من كوفنتري في بريطانيا صدر رامي عبد الرحمن نفسه متحدثا لما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، مرصد لا علاقة له بالرصد ولا بحقوق الإنسان، إنما هو في الحقيقة عبارة عن موقع ويب سايت ومنصة على فيسبوك. مصدر أخباره الأول هو مخابرات النظام، إضافة لبعض النشطاء الذين أصبحوا فيما بعد ضحية ابتزاز واستغلال وتهديدات. لم تسجل في أرشيف هذا المرصد المزعوم حتى الآن أي تقارير خاصة به أو إعداد لدراسات موسعة أو حالات توثيق قانونية. لم يقدم للمنظمات الحقوقية ولو وثيقة واحدة تؤكد عمله في مجال الرصد والتوثيق وحقوق الإنسان. يدعي رامي عبد الرحمن أن منصته محايدة، لكن المتابع لصفحة المرصد يعتقد نفسه أمام موظف في القسم الإعلامي لميليشيا قسد الإرهابية. هو جاهز دائما لإعطاء تفاصيل دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى حتى قبل مقتلهم أو جرحهم، وجاهز للخوض في أي حادث أو خبر. وكما يقال أسهل الكذب هو بعد الشهود والكذب بالمجان. يدعي أسامة سليمان، وهو الاسم الحقيقي لرامي عبد الرحمن العلوي من إحدى قرى بانياس الذي كان يعمل في إحدى دور السينما في بانياس، يدعي أن لديه عشرات المراسلين على امتداد الجغرافيا السورية. لكن المفارقة أن هؤلاء المراسلين الذين يدعي المرصد وجودهم لم يتعرف السوريون على أي واحد منهم باسمه أو شكله أو لتقرير أعده حتى الآن. يقول ناشطون سوريون أنه لا أحد يدري كيف تربع المرصد السوري على عرش بعض القنوات العالمية وبات المصدر الوحيد للأخبار، رغم أن مديره يجلس وراء البحار ومعظم أخباره مشكوك فيها، بل تنطوي على تضليل وتدليس وأكاذيب وترويج لهذه الجهة أو تلك. بينما تهمش بشكل متعمد وكالات إخبارية وقنوات معروفة لها مراسلون معروفون في أماكن الحدث يظهرون بوجوههم وهوياتهم الصريحة، تهمش أيضا شخصيات موثوقة ويؤخذ بالاعتبار فقط ما يقوله رامي عبد الرحمن، الأمر الذي يؤكد حقيقة صناعة هذا المرصد المشبوه لتأدية واجب استخباراتي وخدمة لأطراف معادية لثورة السوريين وجدت فيه مكانا ملائما لتنفيذ أجندتها تحت ذريعة المرصد السوري لحقوق الإنسان. اليوم وصلتنا اتصالات ورسائل من نشطاء كانوا يعملون مع المرصد لفترات محدودة، وعندما أبلغوا رامي عبد الرحمن بأنهم يريدون التوقف عن العمل هددهم بكشف هوياتهم أمام أجهزة الأمن السورية. وقد أكد لنا هؤلاء أن حجم الأخبار التي ينشرها المرصد كانت أكبر من عملهم حتى في المناطق التي يفترض أنهم مراسلون فيها لتزويد المرصد بالأخبار، ما يطرح جملة من التساؤلات أبرزها: ما حجم التلفيق والكذب في أخبار المرصد وما حجم الدقة والصحة في تلك الأخبار؟ لماذا غدا المرصد المصدر الأول لكل الوكالات والصحف التي لا تناصر الثورة السورية أو تلك المخترقة من حلف الأقليات الممسك بالملف السوري والذي تروق له أكاذيب المرصد ولا يهتم على الإطلاق بتحري مدى مصداقيتها؟ من هو رامي عبد الرحمن؟
متى بدأ العمل رئيسا للمرصد؟ من كلفه بهذا العمل؟ من يموله؟ من الذي أنشأ هذا المرصد ولمن يتبع؟ لكن السؤال الأكثر إثارة للسخرية هو ما علاقة اسم هذا المرصد باختصاصه؟ خاصة أن مراصد حقوق الإنسان عادة لا تهتم بأخبار قتل المعارك من العسكريين، بل بالانتهاكات التي تطال المدنيين في أوقات السلم والحرب، وبأخبار المعتقلين، وبأخبار العسكريين الذين تم اعتقالهم على خلفية نشاط سياسي أو رفض لأداء مهمة ما. وبالتالي فما يقوم هذا المرصد به لا علاقة له بالاختصاص المرخص به في بريطانيا، فمن يسهل له كل هذه التجاوزات القانونية رغم خروجه عن المجال الذي يفترض أن يعمل به؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من لندن بالأستاذ بسام جعارة الكاتب الصحفي، أرحب بضيفي أيضا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ عبد الرحمن النجار الضابط المنشق عن شعبة الأمن السياسي، من أورفا التركية أرحب بصحفي صهيب جابر، ومعي أيضا عبر الهاتف من لندن الأستاذ محي الدين اللاذقاني الكاتب والمفكر السوري، والأستاذ محمد الحسون رئيس تحرير موقع دجلة نت من مونبلييه. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ معك أستاذ محمد الحسون من فرنسا، حضرتك عملت مع المرصد السوري لحقوق الإنسان بإدارة رامي عبد الرحمن، يعني مؤخرا كما قلنا في المقدمة قبل قليل وصلتنا رسائل واتصالات من نشطاء عملوا مع هذا المرصد وأنهم يتعرضون اليوم لابتزاز ومضايقات من رامي عبد الرحمن شخصيا، أريد أن أسمع تجربتك الشخصية باختصار ولو بحوادث ولو بأرقام ولو بوقائع خلال فترة عملك معه، تفضل. أهلا بكم وبالمشاهدين. للتصحيح، ولم أعمل بشكل مباشر مع المرصد، لكن كان هناك تواصل مع رامي عبد الرحمن نفسه بما يخص بعض الأحداث في رأس العين، وخاصة سيطرة وحدات حماية الشعب على البوابة الرئيسية أو الحدودية مع تركيا. وقتها قال إنها تسيطر عليها قوات تابعة للقاعدة، وكان يسيطر عليها فصيل يدعى أحفاد الرسول بوقتها، أو كما نطلق عليهم أشعيطات في ذلك الوقت. وأيضا في نقطة السيطرة على بلدة تدعى المناجير، وبعد طبعا نتواصل معه لتصحيح بعض الأخبار المتعلقة في منطقتنا، وأيضا كان هناك خلط في هذه النقطة بالنسبة للمناجير عندما صححنا له وقلنا أن هناك تحيز إلى وحدات حماية الشعب الكردية في أخبار المنطقة. طبعا لم نكن نعرف أي شيء عن خلفيته أو حتى مدى توجهه باتجاه فريق دون آخر، لأنه كان بالنسبة لنا هو الوسيلة الإعلامية المعارضة القوية التي تنقل ما يحدث في سوريا من انتهاكات. قررنا أن نصح هذه المعلومة، فرد علينا الأستاذ رامي عبد الرحمن وقتها قال هل تتهمني بالتحيز؟ إذا أنا الآن نشرت خبر مقتل 7 جنود في اللاذقية، هل هذا هو تحيز أو انتهاكات وإلى آخره؟ فيبدو أن هذا التحيز هو مرتبط برأيي فقط فيما يخص وحدات حماية الشعب الكردية، ولا أدري لماذا. هو يغير وقائع محمد، لأنه ذكرت لي موضوع أنه التنظيمات متطرفة قال عنها بينما هي فصائل بالجيش الحر أو ما إلى ذلك. إذا النقطة الأولى أنه منحاز لوحدات حماية الشعب الكردية للميليشيات. هناك تغيير بعض الوقائع، سأذكر لك واقعة جديدة وأخرى قديمة منها رأس العين، كانت الفصائل جميعها متجهة إلى الميلبية لمقاتلة قوات النظام وقتها تحت معركة اسمها براكين الشرق، وكانت مجتمعة في الشدادي، كانت تتعرض لقصف كثيف من الميد. وقتها صورنا تقرير أذكر لقناة الجزيرة، وكانت المدينة خالية من العسكريين باستثناء 4 أو 5 أفراد في كل مقر فرد أو فردين، واستغلت وحدات حماية الشعب هذه الفرصة وسيطرت على المدينة إثر تحرشات مع بعض العناصر. كان 15 عنصر فقط من الجيش الحر من مدينة الحفة كانوا متواجدين في المدينة، أيضا بعض العناصر المحليين
و12 عنصر من وحدة من أحفاد الرسول كانوا في البوابة التي قال عنها أنهم تابعين للقاعدة وقتها، وتركوا سلاحهم وانتقلوا إلى الأراضي التركية، بينما عناصر الحفة توجهوا إلى بلدة قريبة اسمها تل حلف بجوار رأس العين. طبعا كنت شاهد على هذه المنطقة أو هذه الحادثة، أنا كنت محاصر داخل منزلي. يعني بمعنى أنه حرض عليهم، حرض على هؤلاء النشطاء. الآن هو تغيير للواقع، يعني تبحث الآن في جوجل عن هذه المعركة يقال لك طردت وحدات حماية الشعب القاعدة من بوابة رأس العين، وهذا غير صحيح. القاعدة كانت أصلا 6 عناصر من كل جبهة النصرة، يعني لا وجود لأعداد كبيرة أولا. ثانيا الخوف منهم أو الفصائل عندما تتحاشاهم لأنهم يتبعون بهذا الاسم لهذا التنظيم المصنف إرهابي، وأيضا هذه التنظيمات لا تحبذ أن تكون في الواجهة وتستلم المعابر لأنها تعرف أن تركيا لن تتعامل معها، هذا شيء واضح، ولكن أعتقد هذا من باب التدليس قد يكون. أيضا الواقعة الجديدة، قتل عنصر للجيش الوطني هو محلي من قرية اسمها حميد، فكان هناك تحوير الحادثة بشكل كبير حتى أنه قال اشتباك مع القرية المجاورة، هي طبعا للصدفة كانت قريتي، قرية اسمها لودي، فقال أن أهالي لودي اشتبكوا مع الجيش الحر وانتفضوا وإلى آخره، وكان لم يحدث من هذا الأمر شيء، أولا لأن الشاب هو من القرية المجاورة، ثانيا أنه هو عنصر من هذا الفصيل واختلفوا على شيء، والعناصر الذين يقفون معه في ذات النقطة وهم تابعين أيضا للسلطان مراد، هو قال يمكن الحمزات أو غير فصيل، وقتلوه لخلاف بينهم لا أحد يعرفه حتى الآن، وكان هناك تحريف كبير للأمر أنه هو مدني ومن عشيرة فلان، وكان تجيش لضرب الفصائل بالعشائر، أيضا هذا عمل غير أخلاقي وأيضا غير دقيق، معلومة غير دقيقة وتحوير للحادث. طيب محمد، باختصار شديد برأيك لماذا، ما الذي يدفع رامي عبد الرحمن لقلب حقائق أو تزييف حقائق ومعلومات طالما أن مهمته هو رصد ما يحدث من انتهاكات للمدنيين في سوريا في هذه الحرب؟ لا أدري إذا كان هو يقصد كشخص رامي عبد الرحمن أو أنه حسب المصادر اللي موجودة. الآن إذا اعتمدت أنت على مصدر في المالكية سيكون المصدر من قومية معينة، فلذلك يعطيك معلومة جاهزة ومحورة باتجاه معين، أو أنه يعني يقصد ذلك لأنه أصلا منحاز لفصيل أو جهة عسكرية معينة، فلذلك هو يستطيع أن يحور في إطار واحد. ليست أنا برأيي يعني بالنسبة لقوات النظام أو المعركة بين المعارضة والنظام ليست مهمة كثيرا له حسب تحليلي للأخبار التي ينقلها مقارنة بالوسائل الأخرى. شكرا جزيلا لك محمد الحسون، رئيس تحرير موقع دجلة نت، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من مونبلييه. أنتقل إلى لندن وضيفي من هناك الأستاذ محي الدين اللذقاني الكاتب والمفكر السوري. أستاذ محي الدين مرحبا بك معنا، من هو رامي عبد الرحمن؟ من الذي يموله؟ كيف استطاع أن يصل بالمرصد إلى أن يتصدر وحيدا الشاشات العربية والعالمية؟ ما علمته أنه كان معك في الحزب الديمقراطي السوري سابقا قبل 2011، تفضل. يا أهلا أهلا أخي الكريم، أنا يعني لست مع توزيع الاتهامات، سأحكي لك ما أعرفه بدقة وما سمعته عنه بلسانه والاستنتاج لمستمعيكم ومشاهديكم. جميل. وقبل السرد يعني يجب أن يقال أنه السفالة ليست من المرصد فقط، السفالة وانحطاط المهنية هي من وكالات عربية وقنوات عربية في سبيل استغلال لأهداف سياسية تحتاج إلى جهة تنسب إليها الكلام، فوجد جهة تستطيع أن تبيع لكل الأطراف ويمكن أن ينسب لها أي شيء. رامي عبد الرحمن شخصيا كان أحد الشباب السوريين الذين اتصلوا معي بعد عام 2005. تعرف أنا في لندن منذ وقت طويل ويأتيني شباب سوري كثير،
منه من يطلب مساعدة، منه من يطلب تزكية، منه من يطلب نصيحة. فكان رامي عبد الرحمن أحد هؤلاء، وكان وقتها يعمل في دار للعجزة في كوفنتري، مدينة في وسط بريطانيا لا يزال فيها حتى الآن. وأغلب الذين يعملون في دور العجزة تعرف هو صاحب بنية جيدة وعضلات، كبار السن يحتاجون من يحملهم وينقلهم، وكان يعمل هناك. فوقتها كنت أنا قد شكلت التيار السوري الديمقراطي، فطلب الانتساب إليه هو ومجموعة من الشباب السوريين. ثم تطورت العلاقة، فعمل معي في برنامج موعد مع المستقبل الذي كان يقدم في قناتي الديمقراطية والمستقلة، وكان هدف الأساسي للبرنامج تجميع المعارضة السورية، وهو البرنامج الذي جمعت فيه رياض الترك مع البيانوني وأغلب المعارضين السوريين. معروف معروف. الكبار كانوا من ضيوف البرنامج. صلته بالداخل السوري كانت قوية، لكن بدأت تعرف السوريين شاطرين في طق البراغي. بدأت الأخبار تصلني أنه اسمه ليس رامي عبد الرحمن. فأنا أتيت به إلى جلسة وقلت له تعال أنا أريد التأكد من هذه المعلومة، هل أنت اسمك فعلا رامي عبد الرحمن؟ فأحمر وزرط، وحين عرف أن المعلومة وصلتني وقال لا تحدث عنها غدا. هو كان يأتي يوم البرنامج ويسافر إلى كوفنتري نحكي عنها غدا. أتاني في الغد ومعه جواز سفر إنجليزي وأراني صورة واسمه أسامة سليمان. أي. هون لحد أي عام؟ لحد أي عام أستاذ محي الدين؟ هذا بحدود هذا عام 2007 2006-2007. نعم تفضل تابع. نعم يعني وشرح لي أنه قال لي تعرف وضع سوريا، أنا لا أستطيع أن أعمل باسم المباشر، أهلي في بانياس، واضطررت أن أسمي نفسي رامي عبد الرحمن. أنا تفهمت الحالة لأني بعرف النظام السوري، بعرف قمعه، بعرف خوف السوريين على أهل لذكر بانياس ومع التنظيم. حسب ما قال لي أن أمه كردية، يعني له صلة طيبة بالأكراد من خلال الأم. طيب. المهم أوقفنا البرنامج وبدأت تصلني أيضا أخبار غير الاسم المستعار، فقمت بفصل رامي عبد الرحمن من التيار السوري الديمقراطي. بسبب بسبب ماذا؟ يعني مع الوقت تكتشف أنه بعض الناس أهل للثقة وبعض الناس ليسوا أهلا للثقة. في هذا الوقت كانت فكرة المرصد بدأت تولد. الثقة يعني عفوا أنا آسف على السؤال، ما بدي أدخل بتفاصيل خاصة، ولكن الثقة على مستوى العمل المهني، المعلومات، الأمانة، أم ماذا تقصد؟ على كل الجهات، على كل الجهات. طيب. المهم حينما أتاني بفكرة المرصد هذا قبل القطيعة، نسبها إلى المحامي خليل معتوق، والمحامي خليل معتوق سجين الآن ولا نعرف إن كان مات تحت التعذيب أو لا يزال سجينا. المهم قال لي إنه خليل معتوق يريد أن يؤسس مرصد لحقوق الإنسان ونريد مساعدتك. قلت له والله أنا أعمالي كثيرة ولا وقت لدي لذلك. فقال على الأقل ترجم لنا الطلب الإنجليزي. هو بتعرف لا ما بعرف إنجليزي ولا بعرف عربي حتى، يعني صياغة جملتين صعبة عليه. فترجمت له طلب تأسيس المرصد. إلى هنا الأمور عادية. في بداية الثورة بدأت الروائح تزكم الأنوف، يعني كل التقارير التي صار يرصدها هذا المركز المرصد فعلا كأنها مصاغة عند في مكتب علي مملوك. القطيعة الكاملة مع رامي أتت بعد مجزرة الغوطة. بعد مجزرة الغوطة الكيماوي المرصد أصدر مجزرة الغوطة بالكيماوي تقصد؟ نعم مجزرة الكيماوي في الغوطة. نعم نعم مجزرة الكيماوي في الغوطة 2013. نعم. كل العالم كانت تقاريرها 1500 شهيد، 1400-1452. إلا المكتب السوري قال أنه عدد الضحايا فقط 183. يعني ما عاد الأمر يتطلب أدلة أكثر. إن هذا المركز له دور
في تزوير الحقائق في الاتهامات لكل الفصائل التي كانت في أوج انتصاراتها في ذلك التوقيت. والدور الأخطر أن تلعب لجهة ضد جهة، يعني مثلا القناة العربية حينما تريد أي شيء لشتيمة تركيا لا تجد غيره وشخص آخر أيضا من أصول كردية. فالمهم المشكلة الحقيقية الآن كما قلت في بداية هذا الحديث ليست في المرصد وليست في الشخص، في نقص المهنية عند وكالات عالمية لا تلتزم بالعمل المهني وتقوم بنقل الأكاذيب والتضليل. هلا هذا كله يا استاذ محي الدين قد العاملين بقطاع الإعلام والصحافة او حتى المشاهدين يمكنهم استنتاجه، بس بدي افهم منك من خلال يعني العلاقة اللي كانت بيناتكم حتى قبل 2011 وقبل تأسيس المرصد السوري، هناك معلومات أريد منك أن تؤكدها أو تنفيها لي، أن رامي عبد الرحمن أو أسامة سليمان الاسم الحقيقي له تربطه علاقات بفاتح جاموس ونزار نيوف ضباط في الاستخبارات، وفاتح جاموس كما علمنا أصبح بالمعارضة لاحقا وهو قريب أيضا أي رامي عبد الرحمن من ما تدعى هيئة التنسيق على أساس أنه هي معارضة وما إلى ذلك، في معلومات بهذا الصدد من حضرتك؟ أولا يعني هو جلب لي فاتح جاموس كأحد ضيوف برنامج موعد مع المستقبل، برنامج موعد مع المستقبل كان أحد ضيوفه فاتح جاموس، وأنا استقبلت لفاتح جاموس بترحاب على أساس أنه مواطن حر وسجن 10 سنوات وما إلى ذلك من القصص التي نعرفها. بالنسبة أيضا لنزار نيوف كان مقرب منه جدا، وأنا ما كنت أعرف نزار نيوف، هو الذي عرفني على نزار نيوف. هناك أيضا حلقة موجودة خارج لندن وخارج فرنسا يمكن أن تبحثوا عنها في جمهورية تشيكيا، كان هناك مركز يدير آصف شوكت وفيه مجموعة من السوريين كان رامي على اتصال دائم بهم هو ونزار نيوف. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر على كل الأحوال على مشاركتك معنا على كل هذه المعلومات والشهادة محي الدين الأذقاني الكاتب والمفكر السوري ضيفي عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. أنتقل إلى أيضا ضيف آخر من لندن وهو الأستاذ بسام بجعارة الكاتب الصحفي، أرحب بك معنا أستاذ بسام. بحكم عملنا الصحفي أنا وأنت وطبعا أنت أستاذي قبلي بهذا المجال بكثير، ندرك كيف أن وكالات أنباء مثل الأي إف بي وكالة الأنباء الفرنسية كيف أنها تستقي منذ سنوات منذ البدايات بداية الثورة تستقي كل المعلومات الميدانية من المرصد السوري لحقوق الإنسان من رامي عبد الرحمن شخصيا، وهذه الوكالة تزود كبريات المحطات التي لا يتواجد لديها مراسلون على الأرض في سوريا بسبب ممارسات النظام ومنعه، تزودهم بهذا النوع من الأخبار وتنسبها للمرصد. برأيك ما الذي أعطى هذا الرصيد لرامي عبد الرحمن ومرصده ليتصدر شاشات عالمية وقنوات أجنبية ومحلية وعربية وتصبح المعلومة التي تخرج من المرصد كأنها يعني لا يمكن التشكيك بها بحكم خبرتك الصحفية؟ تفضل. يعني اسمح لي حييكم أولا وخليني استبق الإجابة بأمرين. الأمر الأول يعني ما وصلت لي من خلال برنامجكم العلاقة الحميمة والأصيلة و المتماسكة هي مع صالح مسلم قبل أن تكون مع النظام. يعني بمعنى آخر صالح مسلم اللي هو كان قائد PKK بسوريا، يعني اللي استدعى النظام ب 17 أيار 2011 من جبال قنديل وعطاه حقول الغاز والنفط بالمالكية حتى يضرب يعني يقمع المتظاهرين الأكراد قبل العرب. هذا شبه هذا تربطه علاقة برامي عبد الرحمن؟ هو إلهنا رامي عبد الرحمن، هو كان يتلقى التعليمات منه قبل أن يزاح من قسد. يعني طيلة الأعوام الأولى للثورة كان هناك علاقة يومية معه. العلاقة اليومية الأخرى واللي روج لأكاذيب هيثم مناع هو رامي عبد الرحمن، عندما اخترعوا قصة الأموال التي عرضت على هيثم مناع لشراء سلاح. وقتها كانت ثورة سلمية، وأنا شخصياً والشاهد برهان غليون كنا في الخارجية البريطانية عندما جاء رامي عبد الرحمن وهيثم مناع، والسؤال هو
يعني منظمة حقوقية يفترض أن لا تعمل في المجال السياسي. صحيح. لماذا جاءوا إلى الخارجية؟ جاءوا إلى الخارجية ليروجوا أكاذيب. الأمر الخطير اللي بتعلق بسؤالك، كان الهم الأساسي أو الهدف الأساسي من اختراع رامي عبد الرحمن هو شيطنة الثورة السورية والحديث عن حرب أهلية في سوريا. هذا ما عمل عليه، وهذا الأمر هو حاجة للإعلام، لبعض الإعلام الغربي وخاصة وكالة صحافة فرنسية. من يعرف مكتب وكالة صحافة فرنسية ببيروت اللي بيبث الأكاذيب يدرك تماما بأن هذا المكتب هو مكتب استخباري أقلوي. أقلوي، وأنا يعني ما أقول تماما. وتوصيف الأمر لا يعني أن نغرق في بحر الطائفية، ولكن من تابع نشاط مكتب وكالة صحافة فرنسية منذ عام 1911 إلى اليوم يدرك تماما هذه الحقيقة. كان ضيفك عم يتحدث عن ضرب الغوطة. ما الذي فعله رامي عبد الرحمن؟ قبل ضرب الغوطة أو الإعلان عن ضربة بساعة واحدة أعلن عن مصرع 11 جندي سوري غدرا في غوطة دمشق. كان يريد أن يبرر، وهو أيضا أول من قال بأن النظام لم يستخدم غاز السارين في غوطة دمشق. كيف اكتشف هذا الأمر؟ لا أعرف. هلا في 2014 بالتأكيد اطلعت على مقال أو تقرير مفصل لصحيفة لوموند الفرنسية فندت فيه كثير من المعلومات المغلوطة والمتقصدة، وخليني أقرأ لك ملخص عن هذا المقال. تقول أنه خلص المقال لأن إنشاء المرصد السوري وتوليه لشخص باسم مستعار جاء في سياق سعي نظام بشار الأسد للتغطية على انتهاكاته عبر الترويج للمرصد باعتباره مستقلا، وأنه هذه الأخطاء ليست خطأ يعني، أو هذه المعلومات المغلوطة ليست خطأ أمرا عرضيا، لكنها عملية مدروسة لتشويه صورة الكتائب أو الفصائل المناوئة لنظام بشار الأسد. هذا ما استخلصته من قراءة المقال اللي نشر في أواخر 2014 صحيفة عريقة هي صحيفة اللوموند. توافق على هذا الكلام أستاذ بسام؟ وماذا أيضا عن هذا الكلام؟ هذا الكلام اللي عم تحكي عنه نحن وقعنا في بريطانيا، هيك الأخ محي الدين بيتذكر، في عام 2011 وقعنا بيانا، يعني عشرات الناشطين والمثقفين والسياسيين وقعوا بيانا يدين عمالة رامي عبد الرحمن ويطالبون بعدم اعتماده. كان المطلوب اعتماده لتضليل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كان دائما يساوي بين الجلاد والضحية. أنا بتذكر تماما عندما جرت مطالبات بإقامة منطقة حظر جوي، يعني هو ناشط حقوقي يفترض ما يقرب على الموضوع السياسي، يعني فرغ نفسه 10 أيام ليصرخ في المحطات بأن هؤلاء عملاء وخونة الذين يطالبون بإقامة منطقة حظر جوي. لم تكن المطالبة بقصف الجيش كما كان يقول، بل كانت المطالبة بمنع قتل المدنيين وقصفهم بالطائرات. اللي بدي أقوله بشكل واضح، العمالة الأساسية للحزب العمال الكردي بيكيكي، وهذا كلام أكيد، وعندما يقع الطلاق بشكل نهائي بين البيكيكي وبين النظام، وسيقع لأن بالأخير أجندات تختلف، سترى رامي عبد الرحمن يرشق النظام. طبعا هذا الأمر لا ينفي عمالته للنظام، يعني عندما يأتي بالأخبار عن قصف وقع قبل نصف ساعة، قصف إسرائيلي، يعني هل له عشرات أو مئات المندوبين في سوريا؟ من أين يدفع لهم؟ من أين يأتي بالأخبار؟ ولكن كما قلت، النظام الذي استدعى البيكيكي من جبال قنديل في عام 11 لقتل الأكراد قبل العرب هو الذي اعتمد رامي عبد الرحمن، وكان هناك توافق. وبقول لك مرة ثانية وتستطيعون تدقيق، معلمه هو صالح مسلم تحديدا قبل أن تكون المخابرات. أنا ما رح أقول شو اللي قال لي إياه المرحوم عبد الحليم خدام عندما سألته عن رامي عبد الرحمن، قال لي يعني شو بدي أقول لك، قال لي ليس الخلاف على كونه كردي علوي، يعني معنى أمه كردية وولده علوي، بس الخلاف على أجندة رامي عبد الرحمن. وضحك، قال لي كان المطلوب أن نعمل بلندن مركز
حقوقي للتشويش على المراكز الحقوقية الأخرى. بالحرف يعني هذه معلومة عبية. ليس تحليل ولا شيء. أتمنى لو كان عبد الحليم عايش لكن أنا سألته باعتبار عبد الحليم من بانياس. ابن مدينته. طيب ارجو منك البقاء معنا استاذ بسام جعار، ساعود اليك بعد على قليل. فكره بس كلمه، ابوه من عفرين. والده من عفرين، من عفرين تحديدا. وهو يعتبر عفرين قدس القضيه. وبانياس كيف هو؟ وبانياس يعني سكن فيها ولد فيها. ولذلك لم يسرد خبرا واحدا عن قيام البي كي كي باستعراض اكثر من 120 جثه في عين دقنة. صحيح أن نفسهم نشروا فيديوهات على كل الأحوال. أستاذ بسام أرجو منك البقاء معنا، أنتقل إلى الدوحة وضيفي من هناك أستاذ أو السيد عبد الرحمن رجار الضابط المنشق عن شعبة الأمن السياسي. ما كاتبين لي الرتبة يا سيد عبد الله، سامحني. أستاذ عبد الله تسمعني؟ أسمعك أنا المقدم عبد الله النجار. المقدم سيادة المقدم مرحبا بك معنا. قالوا لي أنه عندك معلومات اليوم عن رامي عبد الرحمن أو أسامة سليمان، وشيء متعلق بالأخبار التي كان يبثها، وأنت كنت على أرض الواقع على ما أظن في المنطقة، في منطقة الجزيرة، وكان يحدث شيء مناقض كليا. تفضل أطلعنا. مساء الخير لك أستاذ أحمد وللضيوف وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أنا طبعا من خلال أبحاثي أنا مختص وأبحث في موضوع شرق الفرات وفي حزب العمال الكردستاني بحكم أنه خدمتي كانت هناك لمدة 12 سنة، فاستمريت في عملية البحث. طبعا تحدث السادة الضيوف عن انحياز لجانب حزب العمال الكردستاني، لذلك سهلوا علي المقدمة. أنا ما سأكشفه الآن هو منهجية متبعة وليس خط عشواء، منهجية يتبعها المرصد أو رامي عبد الرحمن شرق الفرات، تتألف من بضعة عناصر بسردها لاحقا، لكن حاليا راح أبدأ في موضوع صياغته للأخبار وكيف يعرضها عن شرق الفرات. سوف أبدأ من آخر خبر بثه امبارحة في 16 حزيران عن تسلل مجموعة من فصائل الجيش الوطني إلى قرية العريشة غربي تلتمر. لحد الآن الخبر عادي وطبيعي، هي خط يعني جبهة وممكن أن تحدث هكذا اختراقات. نعم. لكن الأمر غير الطبيعي، والأمر الذي مثار للسخرية بقدر ما هو مثار للشك، أن يصفهم أنه هؤلاء المقاتلين الأربعة قدموا من أجل السرقة. يعني قدموا عفوا من أجل السرقة، من أجل أن يسرقوا مشروع زراعي. هل يعقل أن مقاتل يخاطر يتحرك على خط جبهة ساخن من أجل أن يسرق؟ أولا كيف استطعت أنت أن تصل إلى خط الجبهة؟ ثانيا ما الذي أعلمك بأنهم قادمين من أجل السرقة؟ طبعا على الطرف الآخر الجيش الوطني أعلن استشهاد أحد مقاتلي في قتال مع قوات قسد. إذن الغاية الأولى بالنسبة للمرصد هي تشويه الجيش الوطني، وقبل ذلك يأتي التشويه من الانحياز الواضح. الآن المفروض نحن كخبراء أو كمراصد أو مواقع تسمي الأسماء يعني تسمي الأشخاص والأشياء بمسمياتها، فالجيش الوطني يسمي نفسه الجيش الوطني، قسد تسمي نفسها قوات سوريا الديمقراطية، بينما المرصد السوري لحقوق الإنسان لا يسمي الجيش الوطني، إنما يسمي الفصائل الموالية لتركيا. طيب هذا فيما يتعلق بالأجندات وبالتوجه العام يا سيادة المقدم. في نقطة أخرى كي نختصر فقط الوقت. في نقاط عديدة أنا أريد أكشف المنهجية. إذا في لديك وقت أستطيع أن أكشفها بضع دقائق. تفضل. نأتي إلى خبر عفرين. سوف طبعا أنا أخباري كلها حديثة من المرصد، لن أعود بالتاريخ كثير إلى الوراء. إلى خبر قصف مشفى عفرين. في البداية المرصد السوري قال أنه قصف المشفى كان من مواقع تابعة للنظام ولقوات الحماية الكردية، لاحقا المرصد كشف أو اتهم فيها قوات النظام وبرأ قوات الحماية الشعب. نعود إلى الوراء قليلا إلى أحداث منبج، وأنتم كلكم تابعتم أحداث منبج التي وقعت في 31 أيار.
بعد أن تم الاتفاق وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية مجموعة من الوعود للأهالي، عاد المرصد بعد في 12 حزيران يعني قبل بضعة أيام ليقول أن هناك عشائر موالية للنظام تقوم بتسليح مجموعات عبارة عن 1000 مقاتل، تسليحهم بالقنابل وأسلحة الكلاشينكوف وذخيرتها، وبذلك يهيئ المرصد. طبعا 1000 مقاتل يعني هو لن يكون خبرا سريا أو لن يبقى سريا، 1000 مقاتل ليس بالأمر السهل، خاصة أنه وكالة هوار للأنباء اللي تابعة هي لحزب العمال الكردستاني نقلت الخبر كما سرده المرصد السوري لحقوق الإنسان دون أن تتأكد. المهنية تطلب أن تتأكد من منبج من الإدارة الموجودة في منبج هل فعلا هذه الأخبار صحيحة أم لا. لم تتأكد وكالة هوار ونقلت الخبر كما قدمه المرصد السوري. يعني للأسف لو عنا بدنا أكثر من حلقة لتفنيد الأخبار، وفعلا يعني الأخبار إذا ما دققنا فيها حتى اليوم وسابقا دائما ما كانت تظهر أجندة هذا الرجل وهذا المرصد. بحكم عملك سيادة المقدم في شعبة الأمن السياسي، أتحدث قبل أن تنشق قبل 2011، هل كنت تعرف هذا الشخص رامي عبد الرحمن أو أسامة سليمان؟ هل كان لديك أي معلومات من مقربين أو شيء ما؟ لم يكن المرصد بتلك الأهمية، كان موقع هو وما يزال موقع إخباري ليس له علاقة بحقوق الإنسان ولا يوثق حقوق الإنسان، هو موقع إخباري ولكن أخذ أهميته من العلاقات مع بعض وكالات الأنباء التي تستضيفه. لذلك لم يكن المرصد، يعني كان هناك مواقع محلية، على سبيل المثال أنا كانت خدمتي كلها في الجزيرة، كان هناك مواقع محلية أهم منه، ولكن اكتسب أهميته بعد انطلاق الثورة يعني عن طريق الأمور التي هيئت له وتيسرت له. طيب ما أكشفه فقط أستاذ أحمد، بس ما تستنتجه، بدي استنتاجك. ما استنتجه هو ليس استنتاج وإنما هو اعتراف، هو المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤيد الإدارة الذاتية وأعلن ذلك صراحة ومنشوره موجود على موقعه، هو يؤيد الإدارة الذاتية ولا يراها تهديد لوحدة سوريا. هناك منهجية أستطيع أن أختصرها ببضع نقاط. النقطة الأولى هو الترويج، هي الترويج لقسد وتقديمها كإدارة ناجحة. النقطة الثانية تشويه الطرف الآخر، تشويه الجيش الوطني وحتى تشويه قوات النظام إذا كان تقاتلت مع قوات الحماية. تهيئة كما تحدثنا عن موضوع منبج، تهيئة الظروف لإنقلاب قوات سوريا الديمقراطية على وعودها. لا يمكن، هناك أخبار كثيرة، مثلا مقتل معتقل تحت التعذيب في 27 نيسان نشرته كل وكالات، كل المواقع المحلية وبعض وكالات الأنباء. لا يمكن أن تجدوا أنت في موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يدين قوات الحماية أو قوات سوريا الديمقراطية، هو يحاول أن يبسط الانتهاكات، يبسط انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية. يعني كل هذه الأمور تؤدي إلى منهجية واضحة. أما بالنسبة لمصادره، أنا أستطيع مثلا أن أقول لك من تسمية المواقع بأنه هذه المصادر كما ذكر أحد الضيوف رئيس موقع تحرير موقع دجلة، هي المصادر هم أشخاص مؤيدون لحزب العمال الكردستاني. أنا أستطيع أن أستخلص هذا من التسميات، من تسميات القرى، في للقرى تسميات رسمية وتسميات غير رسمية. طيب عندما واضحة. أصبحت واضحة. طيب. إذن هو يعمل وفق منهجية وليس بأمر اعتباطي، هو ممنهج، شيء ممنهج يؤدي الغاية منه الوصول إلى نتيجة معينة. أرجو بك البقاء معنا، أعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى أورفا وضيفي من هناك الصحفي السوري صهيب الجابر، مرحبا بك معنا. أستاذ صهيب واعذرني يا صديقي على طول الانتظار، معلش أنت منا وفينا يعني زميلنا. بدي أسألك اليوم، تحدثنا بشكل يعني واسع عن موضوع التوجه وموضوع الانحياز وموضوع تلفيق الأخبار والمعلومات وما إلى ذلك. بدي من حضرتك، عم توصلنا رسائل على أورينت، على الموقع، على الإيميل، اتصالات على مكاتبنا أيضا من أناس نشطاء عملوا مع المرصد، عملوا مع رامي عبد الرحمن، ويتعرضون اليوم للتهديد من قبله أو الابتزاز.
أحد الأمثلة من دون طبعا يخافون أن يظهروا، كنت صادفتهم ولكن رفضوا، يخافون الظهور على الإعلام أو حتى التحدث بأسماء مستعارة. أحد الأمثلة أنه شخص بده يترك، ما عاد بده يشتغل مع رامي عبد الرحمن، فهددوا بأنه أمنه اسمه رح وصورته وعيلته وموقعه رح تتسلم للمخابرات السورية في حال فكر أنه يترك المرصد وما إلى ذلك. كثير من الشكاوى، في أمثلة، في وقائع بحكم عملك الصحفي الميداني على الأرض وقربك من الجميع ممكن الاستناد عليها في هذا الموضوع. صحيح، تفضل. عميق جدا رامي، يعني أنا كنت مجهز عدة نقاط مهنية صراحة. طبعا بداية تحية لك أستاذ أحمد وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين. كنت ممكن نستعرضها بعد قليل باختصار. بالضبط، يعني لكن هو هون النقطة، أنه أنا كنت مجهز معلومات عن الهفوات المهنية، لكن ما تفاجأت به خلال السرد الذي حصل من الضيوف قبل قليل يعني أمور أخطر بكثير. آصف شوكت واستخبارات سورية وأعماله ومشروع من قبل أساساً العام 2011. لكن يعني على مستوى النقطة التي تحدثت عنها أستاذ أحمد، أنا كنت شاهد على إحدى الحالات شخص مقرب مني. طبعا هذه المعلومات التي سوف أذكرها هو نفسه رامي عبد الرحمن سوف يشاهدها الآن ويعرف من هو الشخص من خلال الشرح. هنالك شخص من دير الزور، هو من أوائل منسقي الحراك السلمي في محافظة دير الزور في العام 2011 تحديدا بداية الثورة السورية، كان على تواصل مباشر مع رامي عبد الرحمن. ما سأرويه الآن هو بحسب شهادة موثقة وصلتنا وبشكل دقيق جدا. هذا الشخص عمل مع المرصد السوري بداية تأسيسه أو يعني في العام 2011، وكان على تواصل مباشر مع رامي عبد الرحمن. لوحق من قبل أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، ثم التجأ إلى ريف محافظة دير الزور. هناك في تلك المنطقة بطريقة ما تواصل معه رامي عبد الرحمن أو أسامة سليمان أيا كان الاسم، وأرسل له جهاز ثريا، ثم قال له بأنه بحاجة معلومات من هذا الجهاز. اتصال عبر الأقمار الصناعية، عبر الأقمار الصناعية، لأن يعني معظم الخطوط كانت مراقبة أو بآلية معينة يتم مراقبتها من نظام الأسد. بعد يومين تحديدا يعود هذا الشخص إلى مدينة دير الزور، إلى حي الجبيلة تحديدا، ويستأجر منزل كان يتنقل باستمرار، لأنه كلما يعني أحس بالخطر يغير منزله. مطلوب من الدرجة الأولى، يعني كان معمم اسمه بقوائم مطلوبين للتصفية من قبل نظام الأسد مع مجموعة من الأشخاص من دير الزور. طيب. هذا الشخص اسمه زياد العبيدي أبو شاهر. هذا الشخص الآن رامي عبد الرحمن عندما يستمع إلى المداخلة يعرفه بالتأكيد. الاتهام الموجه لرامي عبد الرحمن أنه الشخص الوحيد الذي كان يعرف أين المنزل الذي استأجره زياد العبيدي، بالإضافة لشخص آخر. هذا الشخص ثقة وما زال موجود حتى الآن، الشخص الآخر لربما يعني يقول أنه ليس هو الشخص الثاني. من المستحيل أبدا، لأن الشخص الآخر فقد من عائلته ابنه وابن أخيه وغيره، فقد شهداء ضد نظام الأسد، وبالتالي لا يمكن أن يكون قد وشى بأحد منسقي الحراك السلمي. دخل عناصر الأمن العسكري إلى منزل أبو شاهر وألقوه من شرفة المنزل. هذا كان الحادثة معروفة لدى أهالي محافظة دير الزور. هذه المعلومات موثقة بشهادة يعني بتفاصيل أكثر من ذلك. إضافة أيضا إلى ربما جهاز الثريا وحده اللي معه قادر على رصد تحركاته يا استخباراتيا يا صهيب. تقنيا أنا لا أعرف صراحة، لكن يمكن أعرف يمكن أنه نعم. بعد يوم أو يومين تحديدا من إعطاء هذا الجهاز وطلب منه أن يعود إلى المدينة التي كان مطلوب فيها، تمت مداهمة منزله وبشكل سهل وسريع جدا. يعني دخلوا ورموه من الشرفة أمام أطفاله، لديه طفلين، زياد العبيدي، رموه أمام عائلته من الشرفة، من شرفة المنزل كان مطلوب للتصفية. فهذه المعلومة يعني قد تستخدم يوما ما لمحاسبة هذا الشخص قانونيا ضمن القانون لتأخذ العدالة مجراها. إضافة أيضا إلى الهفوات التي تسببت بإزهاق حياة مدنيين، يعني عندما يقول مثلا، كنتم تتحدثون قبل قليل عن يعني إسقاط مناطق في ريف إدلب، كنا نتحدث عن جسر الشغور قبل قليل، نفس الأمر أيضا في دير الزور. أثناء العام 2017 كنا نغطي الأحداث في محافظة دير الزور شرقي المحافظة، الريف الشرقي، مدينتي البوكمال والميادين، رامي عبد الرحمن أسقطهما قبل أن تصبح تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية ونظام الأسد، وكان هنالك عدد من المدنيين عالقين بين تنظيم الدولة الإرهابي تنظيم داعش وبين الميليشيات الإيرانية والقصف الروسي وغيره.
هذه الأخبار تسببت بحالة إرباك، مجموعات من المدنيين خرجوا على وجوههم كما يقال يعني بالعامية، وقتل عدد كبير منهم لم يعودوا يعرفوا يعني من خلال متابعة الإعلام أنه ماذا يحدث داخل المدينة بسبب الرواية الإعلامية التي كان يصر عليها، ولا بل يعني كانت الوسائل الإعلامية التي تستضيفه بعضها تقطع كلام الضيف الذي يحاول إثبات معلومة أو حقيقة أنه ليس هنالك تواجد في هذه النقطة تحديدا أو هذه البلدة أو هذه المدينة، يقطع كلامه، وأنا كنت أحد هؤلاء الأشخاص يعني بالمناسبة، ويستمر رامي عبد الرحمن بالحديث بنفس الرواية التي هو واضح جدا التوجه هنا. مهنيا ننتقل لموضوع المهنية، يعني التوجه واضح لا يحتاج شرح، يعني موضوع الانحياز الواضح لحزب العمال الكردستاني هذا مهنيا بكونه موقع إخباري، يعني يعمل بمجال الصحافة، أما إذا نحكي مرصد لحقوق الإنسان فهذا خارج نطاق عمله نهائيا. على التسمية يعني هو مهنيا لا يجوز أن يكون هنالك انحياز واضح، فما بالك إذا كان الانحياز لجهة قتلت فقط في مدينة واحدة، وأنا أكرر هذه المعلومة كلما فتح هذا الملف، قتلت أكثر من 3000 مدني خلال شهر، مدينة الرقة. هذه المدينة أنا أتحدى إذا كان المرصد السوري تحدث عن ضحية واحدة من هذه الضحايا، على الرغم من أنه موجودين بالاسم الثلاثي، وأين استشهد كل شخص من هؤلاء المدنيين ومتى وأي تاريخ، وكل التفاصيل كانت موثقة عن طريق الزملاء نشطاء الرقة وعن طريق نشطاء المنطقة الشرقية الذين كانوا متابعين حتى اللحظة، غير 3000 الذين قتلوا خلال الأعمال العسكرية التي استخدم فيها حتى الفوسفور وغيره، وغطت أوريان طبعا الأحداث بشكل مستمر، هنالك 3000 جثة ما زالت تحت أنقاض مدينة الرقة. إذن هذه ليست كارثة، مأساة إنسانية يعني يجب أن تكتب من بين المجازر الأكثر وحشية في تاريخ البشرية. لم يرد على لسان رامي عبد الرحمن أو المرصد السوري لحقوق الإنسان ولا حرف واحد عن هؤلاء المدنيين، بينما كانت تصور مناطق أخرى في ريف دير الزور الشرقي أو في الرقة أو الحسكة على أنها مناطق هي حاضنة لتنظيم داعش، مثل ما حدث في الحجة التي استخدمتها وحدات فيدة عندما دخلت مناطق تل حميس وتل البرك وارتكبت الجرائم وذبحت الأطفال والنساء، وهذا موثق بالصور وأيضا والأسماء، ومنظمات حقوقية دولية وثقت هذه الجرائم والانتهاكات. وبعد كل ذلك يخرج عبر وسائل إعلام معدودة على الأصابع هذه الوسائل، التي يبدو أن أيضا لديها توجيهات، توجه يعني خط لتحرير هذه القناة وغيره، بأنه يجب أن تستضيفون هذا الشخص فيما يتعلق بالشأن السوري والأحداث الميدانية ما في عندكم غير رامي عبد الرحمن بالضبط. وهكذا أصبحت دائرة ضيقة بالنسبة لي، يعني اعتمادي بالنسبة لوكالات الأنباء. لكن اليوم نتحدث عن مرحلة جديدة، هي مرحلة وسائل التواصل الاجتماعي، التي هنا يبدو أنه أحس يعني بأن زمام الأمور بدأت تفلت من يده. اليوم معظم التداول للأخبار يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ويستطيع أي مواطن حتى لا يحتاج لعملية مقاطعة المصادر. لا بس هو عنده مصادر، يعني بيجيب لك أخبار، بيعدل لك مثلا كم سوري راح على ليبيا وقديش رواتبهم وأسمائهم، بيقول لك كم لتر مازوت عم يدخل اليوم من الأراضي اللبنانية إلى حمص، بيجيب لك عدد القتلى في حزب الله في الكمين الفلاني وعدد قتلى النظام في الجبهة الفلانية، يعني مصادره بالضبط. يعني الأمر عميق جدا أستاذ أحمد. تحدث الضيوف الكرام قبل قليل عن علاقات مع رؤساء الاستخبارات التابعين لنظام الأسد، وعن مسألة مخطط لها سابقا أيضا قبل فترة، موضوع بما أننا ذكرنا ليبيا ومناطق أخرى، الميليشيات أو المجموعات التي كانت تذهب إلى هذه المناطق، كانت هنالك تقارير ساهم المرصد بصياغة هذه التقارير، أحدها فضح على العلن موضوع الطفل الذي هو يقاتل وهو من ضمن المتشددين وغيره، وبعد ذلك اتضح أن الطفل موجود ما زال في الشمال السوري وهو يعني طالب أو يعني ما شابه، بشكل مفصل ذكرت عبر إحدى القنوات العربية هذه الهفوة، وهفوات كثيرة جدا يعني الأجندة واضحة بالمحصلة يعني. لكن هذه دعنا نقول النقاط التي ذكرناها كانت غيظ من فيض كما يقال، من المسائل الأخرى، السقطات المهنية، السقطات الأخلاقية حتى، كما تحدث قبل قليل الضيوف عن مجزرة الغوطة، مجزرة الكيماوي وغيره. يعني ما الهدف من أن تقول أن النظام غير مجرم إلا أن تكون أنت مع النظام؟ يعني ماذا، سؤال محق أتوقع، أنه هنالك مجزرة رهيبة ارتكبها
نظام وحشي مجرم ضد مدنيين وأطفال معظمهم كانوا، ووثقت من قبل أكبر الوكالات الحقوقية العالمية ومن قبل مجلس الأمن واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان وكل هذه المنظمات. مفهوم صهيب، وضحت الفكرة. بس نعم، دهمني الوقت، سامحني يا صديقي. عندي دقيقة أخيرة بس أو أقل حتى الأستاذ بسام جعارة. أعود للنقطة التي ذكرتها والتي قالها لك عفوا عبد الحليم خدام قبل وفاته، أنه الغاية هو إنشاء مرصد يغطي يشوش على ما يقوم به النظام ويغطي على غيره. نجح الهدف؟ يعني لأنه كيف نجح لأنه حاجة غربية. يعني لو ما كان رامي عبد الرحمن موجود كانوا سيخترعون رامي عبد الرحمن آخر. يعني كان هناك حاجة لتضليل مجلس الأمن، تضليل الأمم المتحدة، تضليل العالم كله حول حقيقة ما يجري. أي حاجة من النظام، من قبل النظام، ولكن من قبل الغرب كيف يعني؟ لا من قبل الغرب. الغرب ما بده يحكي عن ثورة. الغرب يعني بعض وكالات الأنباء ومنهم الفرنسية بدهم يحكوا عن حرب أهلية. يعني ما بدهم ثورة. بس مع أنه موقف فرنسا واضح ضد النظام السوري ولا لا؟ أنا لا أصدق. يعني من يومين كنتوا عم تفضحوا منظمة فرنسية قريبة من وزارة الدفاع كانت تمول منظمة إرهابية مسيحية بسوريا. يعني من هو الذي أنشأ جيش الشرق بسوريا؟ لا بس أنا أتحدث عن الحكومة، أتحدث عن يعني وجهة النظر الرسمية من سوريا. أنا لا أصدق أحد على الإطلاق. أنت بتعرف تماما يعني بعام 13 كان النظام بده يقصف. حتى مجلس العموم البريطاني يعني ما وافق على توجيه ضربة. يعني لماذا بقي النظام؟ هل لأنه قوي؟ كيف دخلت روسيا؟ هل لأن روسيا قوية؟ اللي بدون اليوم أنا لا أتحدث بلغة المؤامرة، ولكن هناك حقائق على الأرض. يعني أمس كان بايدن يتحدث عن المعارض الروسي نافالني عم يقول بتدمر روسيا. يعني مليون سوري شهيد ما لفتوا نظره. اللي بدونه كان المطلوب تضليل العالم. كان المطلوب وقام رامي عبد الرحمن بهذه المهمة. على فكرة بس بدي أقول كلمة تانية، رامي ما بس عنده اسم رامي، عنده أسماء حركية أخرى وأهمها عبو. أهمها عفوا؟ عبو عنده اسم حركي بين قوسين كردي هذا الاسم؟ عبو. لماذا هذه الأسماء الحركية؟ ما بعرف لماذا؟ لأنه يعمل في أكثر من جهة. دبل ايجنت يعني. يعني الأمر الآخر اللي ما نحكي عنه هو يعبد المال. طيب شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الأستاذ بسام جعارة الكاتب الصحفي ضيفي من لندن. شكرا جزيلا لسيادة المقدم عبد الله نجار الضابط المشرف عن شعبة الأمن السياسي. كنت حاب أخذك بمزيد من الوقت ولكن انتهى وقت الحلقة بمناسبات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ صهيب الجابر ضيفي عبر سكايب من غرفة. شكرا لكم جميعا على المشاركة في هذه الحلقة، وأنوه قبل الختام إلى كل النشطاء أو المدنيين الذين تعاملوا مع المرصد السوري لحقوق الإنسان مع رامي عبد الرحمن وتعرضوا لأي تهديد أو ابتزاز، راسلونا نستطيع أن نساعدكم ونعرض صوتكم من دون ذكر أسماء وبحماية كاملة. راسلونا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بأورينت نيوز. الأحد المقبل إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.